لماذا اعترف الملك الحسن الثاني بموريطانيا كدولة؟ وكيف حرر المغرب إقليم وادي الدهب من الإسبان ثم استرجعه من الموريطانيين؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. قرر الملك الراحل الحسن الثاني استرجاع الأقاليم الصحراوية المغربية من قبضة الاحتلال الإسباني، لكنه اصطدم بجلمود صخر عنيد اسمه فرانكو، الذي سبق لهتلر أن قال عنه: الذهاب إلى طبيب الأسنان أرحم من مفاوضة فرانكو. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دخل الرئيس الجزائري بومدين على الخط من أجل عرقلة المساعي المغربية لاستكمال الوحدة الترابية، ورفع بومدين شعار حق تقرير المصير، واستعمل كل الوسائل من أجل منع المملكة من استعادة أراضيها جنوبا. وما زاد الطين بلة هو أن موريطانيا التي كان المغرب ما زال يعتبرها جزءا من أراضيه، بدأت تطالب بالساقية الحمراء ووادي الدهب معتبرة أنها أراضي موريطانية. اعتقد الملك الراحل أن مطالبة الرئيس الموريطاني المختار ولداداه بالأقاليم الصحراوية المغربية هي وسيلة ابتزاز وضغط فقط من أجل الحصول على اعتراف مغربي بموريطانيا كدولة. لكن ما كان يتمنى الملك الحسن الثاني لم يتحقق، حيث أن الرئيس الموريطاني وبالرغم من اعتراف الرباط بموريطانيا لم يتنازل عن مطالب بلاده في الصحراء المغربية التي كانت تحتلها إسبانيا. يقول المختار ولداداه في مذكراته عن لقاء جمعه بالعاهل المغربي، قال الملك في مستهل حديثه أنه كان يعتقد أن مطالبتنا بهذه الأراضي لم تكن بالنسبة لنا سوى وسيلة ضغط على المغرب لحمله على الاعتراف باستقلالنا، والآن وقد تحقق هذا الاعتراف أعتقد أنكم لن تتخلوا عن مطالبكم فحسب، بل إنكم كذلك ستساعدوننا في طرد المستعمرين الإسبان من أراضينا. غير أن جواب ولداداه أثار حفيظة الملك، حيث أكد على أن الصحراء التي تستعمرها إسبانيا هي جزء من موريطانيا ويجب ضمها إلى الدولة الموريطانية، دون أن يتحدث عن كيفية تحريرها من الاستعمار الإسباني. أصبح موقف المغرب صعبا بعد أن أصبحت الجهود المغربية لتحرير الصحراء المغربية تصطدم بتعنت إسباني وبمؤامرات جزائرية وبموقف موريطاني استغلته إسبانيا لإضعاف الموقف المغربي. قرر الملك الراحل الحسن الثاني عقد اتفاقية مع موريطانيا في 74 تعطي لموريطانيا منطقة وادي الدهب، بينما يأخذ المغرب منطقة الساقية الحمراء حتى يتمكن من توحيد الموقف المغربي والموريطاني في جبهة واحدة ضد الإسبان. ثم كشف الملك لولداداه عن نيته في تنظيم المسيرة الخضراء وطلب منه المشاركة فيها، لكن الرئيس الموريطاني رفض ذلك، وتحمل المغرب وحده مسؤولية تحرير الصحراء من خلال تنظيم المسيرة الخضراء التي أرغمت الإسبان على الخروج من الساقية الحمراء ووادي الدهب، والتزم المغرب بما تم الاتفاق عليه مع موريطانيا، فأصبح إقليم وادي الدهب ضمن النفوذ الموريطاني. غضب الرئيس بومدين غضبا شديدا وأطلق جبهة البوليساريو على المغرب وموريطانيا، فاندلعت حرب الصحراء وتعرضت موريطانيا لضربات عسكرية قوية وجهتها لها ميليشيات البوليساريو، وأرسل المغرب 10,000 جندي للدفاع عن موريطانيا، لكن انقلابا عسكريا قاده ولد هيدالة سيقلب معادلة الصراع رأسا على عقب، حيث قرر حاكم موريطانيا الجديد الاعتراف بجمهورية الوهم والسراب، وأشرفت الجزائر على توقيع اتفاق بين نواكشوط والبوليساريو يتم بموجبه تسليم وادي الدهب للجبهة. وقبل أن يجف حبر الاتفاقية كان الجيش المغربي يدخل وادي الدهب، وكان ممثل ساكنة الإقليم يقدمون بيعتهم لملك المغرب في الرباط.
ترى سعار البوليساريو وأسيادها في الجزائر، وتعرضت القوات المسلحة الملكية لأعنف الهجومات العسكرية، خاصة وأن موريتانيا أصبحت خارج دائرة الحرب، مما مكن جبهة البوليساريو من إلقاء كل ثقلها في اتجاه الجيش المغربي. لم يغير الضغط العسكري شيئا من الموقف المغربي، وعلق الملك الراحل الحسن الثاني على الاتفاقية الموقعة بين نواكشوط والبوليساريو بأنها اتفاقية باطلة لأنها موقعة مع طرف لا وجود له، أي جمهورية الوهم والسراب. نعم، لقد سبق أن اقتسمنا صحراءنا مع موريتانيا، وموريتانيا نفسها سبق أن سلخناها من المغرب الكبير الذي يمتد إلى نهر السنغال، وكانت هذه مرحلة انتقالية. وعندما تراجعت موريتانيا عما نملك عدنا إلى الصحراء تماما، كما يمكن أن نعود إلى تندوف المغربية إذا تراجعت عنها الجزائر. نعم، إذا كان تكالب الأعداء والخونة والعملاء وورثة الاستعمار والكيانات المصطنعة قد أرغمنا على التخلي عن جزء من حقوقنا في مرحلة معينة، فإن التاريخ يشهد بالدلائل القاطعة على أن الساقية الحمراء ووادي الذهب هما جزء فقط من صحراء مغربية شاسعة عبث الاستعمار فيها وقسم أطرافها، وما استرجعناه بالكثير من التضحيات هو جزء فقط من حقوقنا، ولن نفرط فيه مهما كان الثمن، بل نطمح لاسترجاع الباقي بعون الله تعالى، وما ضاع حق من ورائه طالب. فرنسا الاستعمارية التي لعبت لعبتها القادرة عندما اضطرت إلى الاعتراف باستقلال المغرب، سلمت فرنسا الاستعمارية جزءا من المغرب إلى الجزائريين سنة 62 قبل انسحابها من الجزائر، وذلك رغم أن كل الوثائق التاريخية التي كانت بحوزتها والموجودة حاليا ضمن الأرشيف الفرنسي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ملوك المغرب ظلوا يتحكمون في تلك المنطقة المسلمة للجزائر بدون منازع، وهذا منذ عهد السلطان الحسن الأول، كما أن جورج سالفي سبق وأن وضح في إحدى مقالاته بجريدة لوموند الفرنسية أن مدينة بشار إضافة إلى مدينة تندوف هما مدينتان مغربيتان تاريخيا، مؤكدا أنه إلى حدود سنة 1960 كانت أجور الجيش بتندوف تؤدى بالعملة المغربية. عندما اضطرت فرنسا الاستعمارية مغادرة الجزائر بفضل الثورة الجزائرية المدعمة والمساندة من طرف المغرب شعبا وحكومة وملكا، لم تسعى إلى إرجاع الأراضي المغربية التي ألحقتها بالجزائر، عندما كان الاستعماريون الفرنسيون يراهنون على استدامة احتلالهم للجزائر الفرنسية كجزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي. ومنذ استقلال الجزائر ظل الملك الراحل الحسن الثاني يحمل هما واحدا لا ثانية له، وهو المتمثل في مشكلة الحدود المترتبة على الاستعمار على ما أقدمت عليه فرنسا، ويتعلق الأمر بالصحراء الشرقية. ونظرا لغنى هذه المنطقة بالثروات المعدنية وكعقاب للمغرب الذي ساعد الثوار بالجزائر ضد فرنسا، وتمتد هذه الصحراء من واحات فيقيق شرق المغرب إلى منطقة عين صالح وسط الجزائر، كما تمتد من منطقة تندوف جنوب غرب الجزائر إلى تخوم الحدود المالية الجزائرية. تعتبر إشكالية الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر من القضايا التي ظلت قائمة منذ اندلاع مشكلة الصحراء، إلا أنها بالرغم من كل شيء لا تمثل إلا الشجرة التي تخفي الغابة، وذلك باعتبار أن إشكالية تحديد وترسيم الحدود الشرقية أحب من أحب وكره من كره قضية لا يمكن أن يطالها التقادم مهما حدث. وما حدث للصحراء الشرقية حدث تقريبا لموريتانيا التي هي أصلا امتداد الأراضي المغربية، وقد لعبت كذلك فرنسا لعبتها القادرة في فصلها عن المغرب.
فموريتانيا التي كانت تسمى ببلاد شنقيط كانت امتدادا تاريخيا وبشريا وثقافيا ودينيا للمغرب منذ قرون. فموريتانيا الحالية لا تشكل حاجزا أمام علاقات المغرب الإفريقية ولا تهديدا لأمنه القومي، فلا زالت عدة قبائل موريتانية تؤمن بالوحدة الاندماجية مع المغرب في المستقبل وبصفة إرادية حرة. قبائل كانت لها علاقة بيعة مع سلاطين المغرب، فالاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء عمل على خلق كيان مستقل في جنوب المغرب سمي بموريتانيا سنة 1960، كما ضم الصحراء الشرقية إلى الجزائر الفرنسية، وكان نصيب الصحراء الغربية من نصيب إسبانيا الحلقة الضعيفة في أوروبا آنذاك، إضافة إلى شمال المغرب. فكان اكتشاف الحديد في منطقة الزويرات الموريتانية الأسباب الرئيسية التي خلقت من أجلها دولة موريتانيا، الشيء الذي دفع المغرب بعدم الاعتراف بهذه الدولة المحتتة من طرف الاستعمار الفرنسي الذي كان يهدف إلى حماية مصالحه الاقتصادية والجيوستراتيجية. فلم تعترف المملكة المغربية بموريتانيا إلا في سنة 69 بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي الأول في مدينة الرباط مباشرة بعد إحراق مدينة القدس الشريف. فالراحل الحسن الثاني تجاوز مسألة وحدة المغرب الترابية من أجل جمع شمل المسلمين في مواجهة العدو الصهيوني الذي كان يهدف إلى طمس معالم هذه المدينة المقدسة وتهويدها وجلاء المقدسيين عنها. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.